un nuevo tomate. Cada no la pido que te pierda el tomate. Y ya, dale a... كان علي اجتياز القصبة السفلى لإخراج القنبلة لوضعها في مقهى لوكوك هاردي الذي كان مزدحما بمرتديه. القنبلة كانت صغيرة، وضعتها على إحدى طاولات المقهى. هذا كل ما في الأمر. الحصيلة 4 قتلى وأكثر من 50 جريحا. وبعد يومين، أي في 28 يناير سنة 57، وقع إضراب الأيام 8 في مدينة الجزائر. وقد اختارت جبهة التحرير ذلك التاريخ بالذات عن وعي للتأثير على الأمم المتحدة التي كانت ستناقش المسألة الجزائرية في تلك الفترة. كان الجزائريون مرعوبين. كان للجبهة هيكل تنظيمي متشكل من عدة أدوية، وعندما أعطي الأمر بالإضراب كان عليهم الطاعة وإلا أعدموا هم أو أسرهم. ومنذ اليوم الأول من عمل هذه القصبة حذرت قوات الجنرال ماتو تجار القصبة، حيث كان المتمردون يعتقدون أنهم وجدوا ملاذا آمنا. وحيثما اتضح أن تلك التحذيرات لم تجد نفعا، أقدم المظليون على فتح المحلات عنوة، تاركين حارسا أمام كل محل. وهكذا لم يتعطل أي نشاط، وتناقص عدد المضربين يوما بعد يوم، ولم يحقق إضراب جبهة التحرير سوى الفشل الذريع. كان الأمر صعبا، فإضراب الأيام 8 جلب علينا المشكلة. كان الكثير من الناس يعتقلون وقتل الكثير منهم، لكن ذلك عرف بالمسألة الجزائرية في العالم بأسره. كان الإضراب إيجابيا 100%، بالرغم من الأضرار التي قد تكون نجمت عنه. ذلك الإضراب قوى اللحمة بين سكان القصبة. منذ ذلك الحين أصبح يؤبه لنا ويستمع إلينا. بدأت الزيارة تتكرر للإطلاع على ما يجري في الوطن الجزائري. كان ذلك نجاحا تحقق بصعوبة، لكنه نجاح في كل الأحوال. لكن مظليي الفرقة 10 كانوا سادة الميدان في القصبة. طبقوا أساليب عمل نفسانية تعلموها في فيتنام، أكثروا من التدخلات الدعائية مستخدمين الموسيقى وموزعين المؤن على السكان، رافعين الشعارات المناسبة لذلك الموقف. يا سكان الجزائر، برهنوا على أنكم تريدون الحياة لا الموت جوعا، برهنوا على أن حبكم للسلام أقوى من الرغبة في الحرب لدى جبهات التحرير. أدركت جبهة التحرير الوطني وياسر السعدي أنه ينبغي استرجاع ولاء السكان الجزائريين في مدينة الجزائر، ولتحقيق ذلك كان عليهم فعل شيء يذهل الألباب. كنا في الملعب البلدي. كان يرافقني بو علام الذي أعدم في فبراير 57 وعمره 19 سنة. وضعنا القنبلة وغادرنا المكان بسرعة. نجحنا، وأصبح الناس يحتفلون القائلين جبهة التحرير لم تمت، خلافا لما كان يشيعه الجيش الفرنسي من أن الجبهة قضي عليها. كنا نعتقد أن الإرهابيين أو غاد، لأنهم كانوا يزرعون القنابل في مدينة الجزائر في المخابز والمقاهي وقاعات السينما، بحيث يموت الكثير من النساء والأطفال. كنا نعتقد صدقا أنهم أو غاد. ورغم أن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يذهبوا إلى حد الاعتقاد بأن مقاتلي جبهة التحرير كانوا أوغادا وفق الوصف الفرنسي، فإنهم في المقابل لم يتأثروا إيجابيا بتلك الموجة الجديدة من التفجيرات في العاصمة الجزائرية. وعاد وزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو منتصرا من نيويورك.
في نهاية المطاف تم التصويت على لائحة تخدم فرنسا لأنها لم تعترف للأمم المتحدة بالصلاحية للتدخل في شؤون فرنسا الداخلية. اللائحة أوصت بحل سلمي وديمقراطي وعادل، وذلك بالضبط ما كانت تقترحه الحكومة الفرنسية. حل سلمي وديمقراطي وعادل، فهل هذا حقا هو الرهان الذي سيتنافس عليه مظليو الجنرال ماتسو ومقاتلو جبهة التحرير في أزقة القصبة في معركة شرسة سميت معركة مدينة الجزائر؟ معركة مدينة الجزائر هي في الأصل معركة بوليسية. كنا هناك وعرفنا لاحقا أننا كنا نواجه تنظيما يريد إحداث زلزلة ضخمة في القصبة. كان يوجد 1500 إرهابي مسلح ويحتضنه 5000 من السكان يساعدونهم بالمعلومات وغيرها. شرعنا لإرسم خريطة لتنظيم جبهة التحرير. عرفنا مثلا أن العربي بن لمهيري كان المسؤول عن مدينة الجزائر، كان في أعلى هرم القيادة، يليه عدد من المسؤولين نزولا إلى أصغر الخلايا التي تضم منفذي الاغتيالات وجامعي الاشتراكات والمحافظين السياسيين للجبهة. شكلنا المخطط التنظيمي لجبهة التحرير الجزائرية، لكنه كان شبه خاونا، لم يكن يحتوي سوى على بعض الأسماء. كان علينا العثور على ضوابط لإعادة تركيب العناصر المشكلة للتنظيم والتعرف على الحلقات التي تشكل سلسلتها صعودا إلى قيادة التنظيم. ولكي يقنع العقيد بيجار العسكريين بإنجاز ذلك العمل الفروسي الذي لم يكونوا متحمسين له، خطرت في باله فكرة ابتكار ذلك الزي المموه الذي دخل الذاكرة باسم زي بيجار. كان المظليون يطوقون القصبة ليل نهار، يفتشونها بيتا بيتا، متعرفين بذلك على كافة السكان المستقرين بها. تم الإعداد للتطويق بواسطة النقيب ترانكي بمساعدة خاصة من قوات الدرك التي تكفلت بتلك المهمة الرائعة. تم تقسيم مدينة الجزائر إلى ما يشبه جزرا متكونة من العمارات، وفي كل عمارة مسؤول يحمل ورقة فيها المعلومات عن كافة سكان العمارة ويدون عليها كل التحركات من دخول وخروج. من الواضح أن أساليب ماتسو كانت فعالة جدا، بحيث أسهمت في الكشف عن مخابئ الأسلحة والمتفجرات المعدة للاستخدام، وسمحت بتوقيف آلاف المشتبه فيهم. لكن ماذا كان الثمن؟ نطلق 1500 مظلي في حي من أحياء مدينة الجزائر، نعتقل أي شخص في أي وقت وبأي طريقة ومن دون مراقبة من أي كان، وما كان ذلك إلا أن يسفر عن تجاوزات. الجنرال ماتسو هو التجسيد لتلك التجاوزات الخطيرة. سرعان ما أثيرت مشكلة ممارسات التعذيب التي سممت النقاش الذي كان جاريا بشأن أحداث الجزائر. التعذيب كلمة كبرى، يجب أن نعرف كل ما تحمله من معانٍ. التعذيب يمارس اليوم من أجل هذا الغرض أو ذاك، بدءا بالركلة وانتهاء بالصفعة مرورا بأبشع صنوف التعذيب. الشرطة تستخدم اللكمات على الوجه في كافة أنحاء العالم أو تستخدم أساليب أخرى. الأمر يتعلق بالمدى المسموح به في استخدام هذه الأساليب. أنا مارست التعذيب أو أشرفت على التعذيب، وأنا مضطر إلى استخدام هذا المصطلح لأنه لا يوجد مصطلح بديل له. عذبت 1500 عربي، لكنني كنت أعطي تعليماتي للضباط وضباط الاستخبارات بأن لا يخدشوا السلامة النفسية والجسدية للفرد. أحرقوني بالثلاجة الذي يستخدم في تذويب المعادن كالذهب، ضربوني بعقاب البنادق والعصي، أرغموني على شرب الماء والمبيض، بقيت كذلك لمدة 48 ساعة. قيدوا يدي هكذا وطرحوا لي، كان يضعون خلقة في فمي ويصبون الماء في حلقي بواسطة أداة تشبه الأفريق، وكان يقولون لي عندما تريد الكلام ما عليك سوى أن ترفع إصبعك. كان الوضع ملحا، بحيث كان علينا العثور على القنابل قبل أن تنفجر.
واعتقال الرجال الذين يصنعونها. كان الأمر ملحا بحيث سوغ لي ضميري استخدام أساليب استنطاق عنيفة. ليس من السهل على الشخص العادي أن يعذب إنسانا آخر، لكن في الحقيقة لم نكن نعتبر الجزائريين بشرا، كنا نسميهم